ملف تطوير الجامعات والتعليم العالي كان ليه نصيب كبير من الاهتمام والتطوير في السنوات الأخيرة، سواء في زيادة عدد الجامعات أو في إنشاء جامعات أهلية وجامعات تكنولوجية، وكمان التركيز على علوم المستقبل، وكمان التركيز على التخصصات الحديثة عشان يكون عندنا خريجين مؤهلين بشكل كافي لسوق العمل. خلينا نتابع التقرير ده عن أبرز التطورات اللي حصلت في ملف التعليم العالي في السنين اللي فاتت، ونرجع لحضراتكم على طول. استطاعت الدولة المصرية أن تحرز تقدماً كبيراً في ملف التعليم العالي والجامعات على مدار السنوات الماضية، لتخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل القائم على الابتكار والإبداع. وتمثلت تلك الإنجازات في أنه خلال عام 2014 كان هناك 2.3 مليون طالب يدرسون ب50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح الآن يوجد حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون ب92 جامعة، وهو ما يشير إلى ما حققته الدولة من مضاعفة أعداد جامعاتها لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب بوجود جامعة حكومية بكل محافظة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة، مع تحديث البرامج التعليمية بالجامعات كماً وكيفاً لربط التعليم بسوق العمل. تلك الجهود انعكست بالإيجاب على تحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف QS البريطاني من 5 جامعات عام 2017 إلى 14 جامعة في عام 2023، بجانب ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف THE البريطاني من 3 جامعات عام 2016 إلى 36 جامعة في عام 2023، بجانب العديد من التصنيفات العالمية الأخرى والمؤشرات التي أظهرت تحسن ترتيب مصر على مستوى العالم من المرتبة 37 إلى 24 في البحث العلمي، وذلك بعد مضاعفة جهود النشر الدولي للأبحاث المصرية في الجامعات العالمية الكبرى من 15,000 بحث في 2014 إلى أكثر من 37,000 بحث. وتعتبر الجامعات الأهلية تجربة متميزة لأنها تقدم برامج تعليمية تواكب وظائف المستقبل وتخدم القضايا التنموية المختلفة، كما أن عدداً ملحوظاً من الجامعات تمنح شهادات مزدوجة بالشراكة مع جامعات أجنبية.